أسعار الفراخ يمكن من أكتر الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها، يمكن إحنا وصلنا دلوقتي أعتقد يعني السعر ونسأل المسؤولين في ده بنتكلم تقريبا من 160 ل 200 جنيه، الأسعار بتتراوح لكده. طبعا كان عندنا السنة اللي فاتت أزمة في الأعلاف نتيجة للأزمة الدولارية اللي كانت حاصلة، ويمكن كل فترة بنسمع كلام مختلف إشاعات مختلفة فيما يخص مسألة الدواجن. آخر الكلام اللي طالع إنه كان في إشاعة بتقول إنه تم إعدام سلالات معينة من الدجاج المحلي لعدم تواجد الأعلاف ليها. الإشاعة دي علاقتها بالاستقرار النسبي اللي حاصل في أسعار الدواجن خلال الأسبوعين اللي فاتوا، وإزاي الإشاعات اللي شبه دي والكلام اللي شبه ده يأثر على التجار، يعملوا إيه في الأسعار لما يحسوا إنه مفيش فراخ جايالي من المزارع، إيه اللي هيحصل؟ أكيد ده هيأثر على الأسعار. خلينا نروح لدكتور محمد الشفعي مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، نسأله عن الموضوع ده وعلاقة الإشاعات اللي بتطلع دي بالسعر بقى في السوق، وهل ده هيأثر على السعر في السوق والتجار ورد فعلهم على مثل هذه إشاعات. أهلا بك يا دكتور، اتفضل. أهلا وسهلا يا فندم. بسأل حضرتك عن السلالات اللي تم أو اللي يقال إنه في سلالات تم إعدامها نتيجة لعدم وجود أعلاف ليها في السوق، سلالات من الدواجن. لا يا فندم، أولا مساء الخير. الخبر ده عادي تماما من الصح. هو طبعا في بعض وسائل الإعلام نزلت الخبر ده وما اعرفش مصدرها إيه، لكن الحقيقة إن ده عادي تماما من الصحة. المركز البحوث الزراعية معهد بحوث الإنتاج الحيواني هو المعهد القومي للثروه الحيوانيه في مصر، ودوره الاساسي هو الحفاظ على الموارد الوراثيه الحيوانيه او اللي هي السلالات المحليه، سلالاتنا المحليه. وطبعا مش ممكن يذبحها، مش ممكن نذبح ولا نعدمها لانها دي ثروه قوميه. دي السلالات اللي احنا اولا بيجي عليها ابحاثنا، ثاني حاجه بنستنبط منها سلالات جديده لتحسين انتاج الدواجن في قطاع الدجين الريفي. طب دكتور محمد معلش، هم السلالات المصريه او المحليه دي احنا بنقول انهم 14 سلاله، ايه اللي بيميزهم؟ هل مثلا دي سلالات بتاخد اعلاف اقل مثلا؟ يعني لو حضرتك تقول لنا كده. السلالات المحليه يا فندم فيها اكثر من ميزه، في ميزه اولا قدرتها على تحمل التغيرات المناخيه، طبعا كلنا بنعيش التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره والظروف المناخيه غير مواتيه. السلالات المحليه بتاعتنا كلها مقاومة للتغيرات المناخية، مقاومة للأمراض الوبائية، تستحمل المعيشة في ظروف رعاية منخفضة زي في الريف. إنتاجها من البيض واللحم إنتاج متوسط يناسب المربي الصغير، يعني هي احتياجاته الغذائية مش كبيرة، وبالتالي يقدر المربي الصغير يربي الدواجن دي وتنتج عنده إنتاج جيد. وده دور المعهد، تحسين إنتاجية الدواجن دي لقطاع الدجين الريف. فاحنا مش ممكن المعهد هيعدم الثروه القوميه دي. فالخبر ده كان خبر عالي تماما من الصحة. طب هو احنا لسه عندنا ازمه في الاعلاف ولا هذه الازمه خلاص ابتدت تتحل؟ لا، الازمه دي يا فندم زي ما حضرتك ذكرتي كانت في بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه، والحمد لله الازمه دي انتهت تماما. الدوله اتاحت يعني ايرادات موارد دولاريه كبيره جدا لاستيراد الاعلاف، ومفيش حاليا ازمه اعلاف تماما، يعني اعلاف متوفر بجميع مكوناتها. طيب اذا احنا دلوقتي الثروه الداجنه بتاعتنا ثبات سعر الدواجن دلوقتي في السوق. احنا الثروه الداجنه بتاعتنا ايه الجديد في هذا القطاع، وهل احنا بنغطي محليا قد ايه من استهلاكنا؟ احنا اولا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن. مصر بتنتج 1.4 مليار طائر سنويا. لكن ازمه الاعلاف الاخيره اثرت على ده يا دكتور ازاي؟ ايه أزمة الأعلاف الأخيرة أثرت على ده، ولا إحنا لسه بنحقق هذا الاكتفاء الذاتي؟ لا، بنحقق الاكتفاء الذاتي، يعني إحنا بنحقق الاكتفاء الذاتي. حتى يعني إحنا لو حصل إن إحنا شفنا بعض الدواجن المستوردة في السوق، فبيقابلها أحيانا برضه تطوير لبعض الدواجن المحلية من مجهزات الدواجن أو مصنعات الدواجن بتصدر لبعض الدول، بيقابلها استيراد، بس ده شيء يعني ضعيف جدا جدا. إحنا عندنا اكتفاء ذاتي 100% من إنتاجنا بالدواجن. طيب حضرتك شايف انه اشاعات زي دي تاثر على الاسعار والتجار ولا المفروض ايه؟ لا 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 يا فندم، ولا تاثر على اي شيء. لا طبعا، عايز اقول لحضرتك ان صناعه الدواجن بتعتمد اساسا على القطاع الخاص وشركات الانتاج الكبرى، يعني وذلك احنا بننتج 1.4 مليار طائر سنويا.
القطاع الدجاجي الريفي بيساهم بنسبه قليله جدا جدا منها، والصياد المحليه هي اساسها دعم قطاع الدجاجي الريفي. فالاشاعه لم تؤثر ابدا، والاشاعه اولا يعني عايز اقول لحضرتك ان هي اشاعه غير صحيحه والخبر غير صحيح، والثاني لا يؤثر على قطاع الدجاجي في مصر خالص. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.